أنا حسن سفينة وأنا رامي إسماعيل من الأردن من قلعة الكرك الأبية. رح نشارك في مهرجان ديك البطوطة في مدينة طنجة السياحية في المغرب. طبعا رح يكون من 9 ل 12 نوفمبر ورح يكون تحت شعار الرحالهم سفراء السلام لنشر المحبة والسلام والتسامح. رح نشارك في المسرحية سنة الأربعاء مع سبعة المحاضرة وهي دعوة إلى السلام. ليش السلام؟ لأنه البطوطة هو سفير السلام. نعم. رح نشارك في مهرجان شو اسمه؟ البطوطة.